اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. بعد اللقطات حضراتكم شفتوها لفريق النادي الاهلي ووصوله الى ملعب استاد النادي الاهلي استاد السلام، خلينا نرحب في فقرتنا الثانيه بدكتور احمد ثابت. هنتكلم عن اهم نقاط الضعف والقوه لفريق وادي دجله. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. خلينا نبدا على طول ونقول مقارنه ريني فايلر مع تكيس جونياس. طبعا في البدايه يعني مخطئ من يظن ان المباراه سهله، يعني يظن مثلا ان وادي دجله الاخير على الدوري تبقى المباراه سهله. لا، المباراه بالتاكيد قدام مدرسه مشابهه لمدرسه مدرب النادي الاهلي في مقارنه المدربين، نفس انت بتطلع الكوره من تحت، بيلعبوا كوره كويسه جدا، نفس فكره التحرك بدون كوره، بس طبعا مع الفارق في الشراسه الهجوميه وعدد الاهداف والفارق في الامكانيات والقدرات، ولكن مواجهه صعبه. طيب خلينا نبدا على طول بالمقارنه ما بين الاثنين المدربين. اول حاجه طبعا السن، تكيس 48 سنه فايلر 46 سنه. تكيس لعب 6 مباريات. تحط بعد كده في المقارنه ده لابس نظاره وده مش لابس نظاره عشان تبقى اتفضل. بس دي نظاره قرايه على فكره. فايلر مش هتحط كده طفح. لعب 6 مباريات، ما كسبش ولا ماتش وادي دجله الموسم ده، اتعادلوا 3 خسر 3. فايلر كسب الاربع مباريات، احرز لاعبوه اهداف، جاب 5 اهداف فقط في الست مباريات بنسبه احراز 8/10 في هدف في المباراه الواحده. فايلر مسجل لاعبو النادي الاهلي 14 هدف في 4 مباريات بنسبه احراز، يعني المعدل احراز هدف للنادي الاهلي في المباراه الواحده 3.5 في المباراه الواحده، طبعا يعتبر اعلى معدل في الدوري المصري. دخلت شباكه اهداف، اقوى خط دفاع النادي الاهلي في الدوري هدف، دخلت شباكه هدف واحد. التكيس مع وادي دجله دخلت شباكه 8 اهداف، رقم كبير جدا. والرقم الاهم كمان نسبه الحفاظ على النظافه، يعني نظافه شباكه، هنلاقي ان وادي دجله ما خرجش بشباك نظيفه ولا مباراه في الست مباريات. ده رقم 0%. صفر. ده بياكد ان هم عندهم مشاكل دفاعيه كتيره جدا هنتكلم عنها طبعا. الناحيه الثانيه فايلر 3 مباريات من 4 مباريات. طيب نبتدي بقى بالتشكيل المتوقع، التشكيل المتوقع لوادي دجله اللي هم بيلعبوا بال 4-1-4-1، دي طريقه المدرب اليوناني تاكيس جونياس. في حراسه المرمى محمد عبد المنصف اوسا، الاثنين المساكين محمد مرعي واحمد رمضان بيكهام، لاعب المنتخب الاولمبي طبعا اللي تالق في البطوله الاخيره، اثنين مساكين كويسين جدا. الظهير الايمن عبد الرحمن بودي، الظهير الايسر يعقوبو وده مفتاح لعب مهم جدا لوادي دجله في الجبهه اليسرى. الثلاثة الارتكاز محمد عبد العاطي، ده اللاعب الهولدنج ميدفيلدر، اللاعب اللي هو بيحضر عليه الهجمة، اللي هو بينزل يسقط ما بين المساكين ويبني الهجمة من تحت. على يمينه محمد هلال بيرتدي رقم 10 ومحمد رضا على شماله، دول الثلاثة الارتكاز. الجناح اليمين بيبقى رفيق كابو اللي هو رقم 27 اللاعب التونسي، وحسام عرفات رقم 19، ممكن يدخل لعيب زي رجب عمران، ممكن نشوف عبد الكريم الوادي، وقدام مروان حمدي. طيب خلينا نقول التشكيل الرسمي بقى اللي ظهر لنا بالنسبه لوادي دجله، تقريبا نفس التشكيل اللي انت قلته باستثناء ان محمد عبد المنصف هيلعب، بودي هيلعب ناحيه اليمين، يعقوب ناحيه الشمال، محمود مرعي هيلعب جنبه، رضا في وسط الملعب هيلعب الثلاثي محمد هلال وعبد العاطي ومحمد رضا ورفيق كابو ومروان حمدي، حسام عرفات مش هيبدا وهيبدا ب عبد الوادي عبد الكبير الوادي. نفس التشكيله. هي نفس الفكره بتاعه، نفس التشكيله بس هو مش هيلاعب مغير ولا هيلاعب حسام عرفات. تمام، نفس الفكره بالظبط، واللي هي هتبقى برضه 4-1-4-1، بيعتمد على خطوره ان هو اللي هو محمد عبد العاطي بينزل يسقط لتحت، هو ده يمكن لعيب الارتكاز. محمد عبد العاطي واحد من افضل اللعيبه، ولكن هو لعيب بوكس تو بوكس منه اكتر من هولدنج، يعني مش لاعب قاطع كرات، لعيب كمان قصير في القامه، وبالتالي هو اللي بينزل يحضر دايما لتحت بيسقط عليه. المهم جدا النهارده هنشوف فايلر هيتعامل ازاي، هيضغط ازاي على محمد عبد العاطي ده، هل اللي هيكلف برقبته محمد مجدي قفشه ولا المهاجم مثلا جونيور اجايه؟ مهم جدا ده بس ده انا شايفه هيلعب مجدي قفشه او اجايه حد فيهم يعني. فانت دلوقتي دي بتعتبر كان راس حربه او كده، لان احنا لسه ما جالناش التشكيل الرسمي. الناس لما ممكن تسمع كده تقول ان احنا لا، احنا بندي تصور تخيلي يعني. محمد عبد العاطي ده نقطه قوه ونقطه ضعف في نفس الوقت، ولكن هو نقطه ضعف اكتر من نقطه قوه. ليه؟ لان هو انت دلوقتي انت عندك محمد عبد العاطي لما بينزل يسقط مش طويل القامه، وبالتالي ما بيعملكش تغطيه للعمق في الدور الدفاعي، ما بيقفلكش العمق الدفاعي، فهو ميزته ان انت تلعبه في يعني مكان محمد هلال او مكان هنا اللي تلعبه في الزياده الاماميه شويه، لكن ما يلعبش ابدا في الحته دي، لان هو في الحته دي اولا كمان مش قوي في الالتحامات، جسمه ضعيف جدا، وبالتالي لكن هو كورته حلوه، فانت تقدر تستغله قدام، فدي مشكله وادي دجله. يمكن لو بصينا حتى ازاي هم استقبلوا الاهداف، ايوه
هنبص نلاقي نقاط ضعفهم واضحه جدا. قلت لحضرتك ان هو ما فيش ولا مباراه ليهم خرجت بشباك نظيفه. هنلاقي هم استقبلوا كام هدف في الست مباريات؟ 8 منهم 3 كرات عرضيه داخل منطقه الجزاء. دي سببها ايه؟ سببها وجود محمد عبد العاطي ما بيغطيش العمق، والاثنين المساكين ضعيف جدا او قليلين قوي في حته التمركز في الكرات العرضيه. تمام، دي نقطه مهمه جدا. اذا لازم النهارده نشتغل على الكرات العرضيه بشكل مكثف من الطرفين. الحاجه الثانيه التمرير الطولي في العمق، ده اللي قلت لحضرتك عليه، اللي هو محمد عبد العاطي يعتبر في الحته دي في المركز ده، رغم ان هو مميز، لعيب مميز جدا وموهوب، ولكن هو على المستوى الدفاعي هو يلعب قدام سنه، يلعب بوكس تو بوكس، ما يلعبش لاعب قطع كرات في وسط الملعب، فبالتالي عندهم مشكله في التمرير الطولي في العمق. وبالتالي هل انت النهارده تقدر تستغل جونيور اجاييه في المساحات اللي ورا الاثنين المساكين بتوع وادي دجله؟ لو لعب جونيور اجاييه، لو لعب جونيور اجاييه او مروان او اي او ازار او راس حربه وخلاص، او راس حربه يعني حتى حد عنده السرعات يلعب ورا الاثنين المساكين. تمام، دي مهمه جدا، اللي هم المساكين بتوع وادي دجله هتفرق جدا النهارده. هل يفكر في البدء بأزارو عشان عنده حتة السرعة وحتة الضغط العالي على مثلا جونيور أجاييه؟ ده اللي هنشوفه في التشكيلة. الحاجة كمان بعد كده ضربة دخل ضربات ضربة ثابتة وضربات جزاء، ولكن أهم نقطتين في نقاط الضعف الكرات العرضية والعمق، والعمق التمرير الطولي في العمق. تمام، ده اللي هنشوفه بالصور. اتفضل. أول صورة معانا احنا جايبين الأهداف كلها اللي دخلت في شباك وادي دجلة. يلا اتفضل. أول هدف اللي هي كان هدف آخر مباراة اف سي مصر، هدف كرة عرضية برضو جوه منطقة الجزاء. ده طبعا اللي احنا بنتكلم فيه، ان مفيش حد بيغطي العمق، الاثنين المساكين ضعيفين جدا في التمركز في الكرات العرضيه، وبالتالي النهارده واحد زي محمود وحيد لو بدا كظهير ايسر يقدر ان هو يعمل الكرات العرضيه، او رمضان صبحي في الجبهه الشمال يقدر ان هو يعمل الكرات العرضيه لراس الحربه المتواجد. دي نقطه مهمه جدا. الصوره اللي بعدها هنبص اللي هي برده نفس الكوره، مصر المقصه، هدف في شباك وادي دجله من خلال كره مساحات عرضيه، مساحات واسعه كبيره جدا، مساحات واسعه كبيره جدا، والمساكين عندهم نقطه ضعف في الكرات العاليه. ايوه، سواء المساكين او محمد عبد العاطي اللي بيلعب قدامهم. في الاسماعيلي كده برضو، هات اللي بعده الاسماعيلي. نفس اللي بعد كده برضو شلونجو اتعملت له كره عرضيه وجت نفس الفكره، ده برضو الكره العرضيه. اذا دي مشاكل الكرات العرضيه عند دفاع وادي دجله. نبص بقى على التمرير الطولي، وده اللي مهم جدا. ده هدف مصر المقصه. مصر المقصه اتلعب في وافي، لعبها تمريره طوليه فوتها المهاجم ولعبها وجت جون. هم على فكره وادي دجله برضو عندهم نقطه، ان هو كل الاهداف اللي دخلت فيهم بيبقى معاهم الكوره، بيفقدوا الكوره في الحته اللي هي اللي ورا دي، لان هم بيحضروا الكوره من تحت. فبيفقدوا الكوره في الحته دي، يعني الكوره دي اتقطعت، راحت مصر المقصه قطعتها وعملوا تمرير طولي في العمق جت هدف. لا، وخلي بالك كانوا كسبانين 2-0 كمان وادي دجله، كسبانين 2-0. هم عندهم مشكله زي ما حضرتك بتقول، مشكله في الشوط الثاني، اعتقد حرس الحدود و في كل في اغلب المباريات 7 اهداف من 8 في وادي دجله في الشوط الثاني. الصوره اللي بعدها برده هنبص نلاقي او بص حضرتك دي اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها. دخلت شباك وادي دجله 7 اهداف من اصل 8 في الشوط الثاني من عمر المباريات. اهي 25% و12.5% و50%، 7 اهداف من 8. وبالتالي هل هم بيعانوا من مشكله بدنيه؟ دي الارقام بتقول كده، ان هم عندهم مشكله بدنيه في الشوط الثاني. في اخر ربع ساعه دايما بيحرص فيهم اهداف كتير. 9 او 50% من الاهداف اللي جت في اخر ربع ساعه. فده بياكد ان هم عندهم مشكله بدنيه، وان برضو المدرب ممكن ما يكونش بيقرا المباراه بشكل جيد، او تغييراته مش موفقه. وبالتالي يعني هم كانوا كسبانين في مصر المقصه 2-0 وتعادلوا 2-2 في الشوط الثاني. ميدو اشتغل عليهم بالكرات العرضيه، والتمرير احمد حسام ميدو مدرب مصر المقصه اشتغل عليهم بالكرات العرضيه. المقصه متعادل مع الاسماعيلي لغايه الدقيقه 74 سلبيا حتى هذه اللحظه. اشتغل عليهم بالكرات العرضيه. حرس الحدود برضو مع اف سي مصر تعادل سلبي ما بين الفريقين. اتفضل يا احمد. اشتغل عليهم بالكرات العرضيه وجاب منها هدف، اللي هو الهدف الاول، والهدف الثاني كان من خلال التمرير الطولي. ده النقطتين ضعف الواضحين في وادي دجله، ان هم محمد عبد العاطي. طب هم ليه ممكن يمثلوا خطوره على النادي الاهلي؟ ايوه، النهارده محمد عبد العاطي ده في نفس الوقت لو عدى بالكوره واداك تمرير طولي في ظهر المدافعين بتاع النادي الاهلي، خاصه ان احنا بنلعب دفاع هاي لاين، دفاع متقدم، ممكن تمثل مشكله. دي مهمه جدا، نقطه مهمه جدا، رغم ان هم عندهم مشاكل دفاعيه كتيره جدا، ولكن لعيب زي محمد عبد العاطي ده لو رمى تمرير طولي في ظهر المدافعين اللي عندنا، سواء اي اثنين هيبداوا، احنا دايما بنلعب دفاع عالي. وبالتالي انت بتلعب بتواجه فريق بيلعب نفس طريقه لعبه. ايوه، الاربعه واحد، هم بيلعبوا 4-1-4-1، احنا بنلعب 4-2-3-1، ولكن نفس الفكره، الدفاع العالي، الضغط العالي، عايز يستخلص الكره باقصى وقت بسرعه زي ما النادي الاهلي بيلعب. وبالتالي محمد عبد العاطي ده لعيب خطر جدا لو رمالك. في نفس الوقت احنا اتكلمنا ان هو نقطه ضعف، ولكن هو برضه نقطه قوه، لان هو ممكن يرمي واحده تمرير طولي لرفيق كابو اللي هو الجناح السريع جدا ناحيه الشمال اللي هيلعب في ظهر محمود وحيد او الوادي الناحيه دي، هيمثل خطوره جدا. انت في نفس الوقت نقطه قوه ونقطه ضعف. اذا عشان تخليها نقطه ضعف
لازم تضغط على محمد عبد العاطي من بدري، لازم طيب. تخرجه بره الماتش. يبقى خلينا نبدا بقى المقارنه ما بين رفيق كابو وحسين الشحات. تمام، الجناح اليمين هنا والجناح اليمين هنا المتوقع يعني حسين الشحات، ورفيق كابو هو الجناح الايمن الاساسي في تشكيله. ده بالنسبه لاخر مباراه يعني. ماشي، رفيق كابو هو التونسي، لعيب تونسي طبعا. حسين الشحات من 27 سنه، 27 سنه. رفيق كابو لعب 6 مشاركات الموسم ده ب 527 دقيقه، ايوه، مسجل هدف وصنع هدفين، رقم كويس بالنسبه لرفيق كابو ان هو يصنع 2 اسيست. حسين الشحات طبعا مسجل 3 اهداف وصنع هدف، وعدد المشاركات بتاعته 4 مشاركات مع النادي الاهلي. يمكن رفيق كابو واحد من اهم اللعيبه برضو اللي بتديك اسيستات، وعمليه التحول السريع بس بيضيع جول كتير. من الدفاع للهجوم مهم جدا ان انت تراقبه. تمام، والنهارده يعقوبو اللي بادئ باك شمال ده لعيب خطير جدا، ده مفتاح لعب وادي دجله. يعني ده اكتر لاعب بيلمس الكوره من تحت، واكتر لاعب بيحضر الهجمه مع محمد عبد العاطي. أيوه. حسين الشحات لو بدا ناحيه اليمين هيبقى ليه دور مهم جدا، في اي حد هيبدا ناحيه اليمين ليه دور مهم جدا في الضغط على يعقوبو، لان يعقوبو واحد من الاجنحه يعني الظهير ايسر بيتحول لجناح كتير جدا، بيديك عرضيات كتير جدا، وعنده عرضيات مميزه بتوصل ل 13 عرضيه. يعني مباراه المقصه دي كانت وصلت ل 13 عرضيه، مفتاح لعب مهم جدا يعقوبو اللي هو الباك ليفت. خلينا نروح لمقارنه ما بين راسي الحربه بالنسبه للنادي الاهلي جونيور اجاييه في اخر مباراه، طبعا قبل لسه لم يعلن حتى الان التشكيل الرسمي للنادي الاهلي. مروان حمدي واحد من افضل اللاعبين اللي انضم لمنتخبنا الوطني في التجمع الاخير. مروان حمدي 23 سنه، جونيور اجاييه 23 سنه. المشاركات الموسم ده مروان حمدي لعب 6 مشاركات، طبعا انضم لمنتخب مصر، لعب 485 دقيقه، مسجل هدفين ما صنعش ولا هدف. جونيور اجاييه لعب 4 مشاركات برصيد 269 دقيقة، أقل طبعا يعني يعتبر النص بتاع مروان حمدي، مسجل هدفين برضو ما صنعش ولا هدف. ده الأرقام دي بالنسبة للدوري. دي مقارنة ما بين جونيور أجاييه المهاجم هنا وهنا، ونفس الفكرة نفس الأدوار. يعني مروان حمدي بيلعب الدور اللي بيلعبه أجاييه. نفس الفكرة إن هو بينزل يسقط لتحت ويفتح مساحات في ظهر المدافعين. طيب نروح لمجدي قفشة ومحمد هلال. هنا المفتاح اللعب هنا ومفتاح اللعب هنا. محمد مجدي قفشه بيعيش افضل فتراته الكرويه مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره، افضل فتراته على مدار تاريخه، يعني في كل الانديه اللي لعب فيها. 23 سنه محمد مجدي قفشه، عدد المشاركات في الموسم ده لعب 4 مشاركات برصيد 331 دقيقه، صنع هدف واحرز هدف وصنع هدفين وحصل على ضربه جزاء. يعني يعتبر متسبب في 4 اهداف للنادي الاهلي الموسم ده. محمد مجدي قفشه واحد من افضل اللعيبه، نتمنى ان هو يواصل الاداء ده. محمد هلال الناحيه الثانيه لسه الموسم ده ما سجلش ولا هدف، ما صنعش ولا هدف رغم تالقه في الموسم الماضي. لعب 455 دقيقه، لعيب خطر جدا في وسط الملعب، هو ومحمد عبد العاطي اثنين لعيبه كرتهم حلوه، زي ما احنا عندنا عمرو السوليه وقفشه، هم عندهم محمد هلال ومحمد عبد العاطي اثنين لعيبه كرتهم حلوه جدا، بيطلعوا بالكره من تحت بمنتهى السرعه. ومحمد هلال ممكن في بعض الاوقات بيستخدمه كمهاجم وهمي، يعني ممكن لو لا قدر الله تقدموا بهدف هتلاقيه مطلع اللي هو المهاجم مروان حمدي وبدا بمحمد هلال كراس حربه. تمام، اخر مقارنات الشناوي وعبد المنصف. طبعا الاثنين خبره كبيره، يعني طبعا محمد عبد المنصف حارس خبره كبيره جدا، ومحمد الشناوي حارس منتخب مصر الاول. يمكن هو طول القامه لمحمد الشناوي 191، عبد المنصف 190، يعني الشناوي اطول بسنتي. السن عبد المنصف عنده 42 سنه، محمد الشناوي 30 سنة. عدد المشاركات في الدوري الموسم ده الشناوي 4 مشاركات، حافظ على نظافة شباكه 3 من 4 ودخل شباكه هدف واحد بس. عبد المنصف بقى لعب 6 مشاركات ملوش ولا كلين شيت، يعني ما حافظش على نظافة شباكه ولا كلين شيت من الستة، واستقبلت شباكه 8 أهداف اللي احنا كنا بنشرحهم ازاي استقبلت شباكه الأهداف دي. تمام، إذا النادي الأهلي لاعبيه في المقارنات أفضل بكتير من لاعبي نادي دجلة، ولكن ملعب لا يعرف كل هذا الكلام، الملعب طبعا بتبقى الامور مختلفه. كل الامنيات الطيبه للنادي الاهلي في هذه المباراه. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور احمد، الف شكر وبالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. نتقابل بعد نهايه هذه المباراه. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل كابتن ايمن دجيش عشان نتكلم اكتر عن طاقم التحكيم لهذه المباراه.